للمرة الثالثة على التوالي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة. حصل ده يوم 13 ديسمبر في خبر ما خدش حقه إعلاميا علشان الأضواء كلها رايحة لحرب غزة. جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي قال إن البنك انتهى خلاص من عملية رفع الفائدة، بل وخرجت شائعات تم نفيها بسرعة علشان أثرها على الاقتصاد الأمريكي، إنه في مارس 2024 هتبدأ عملية خفض الفائدة في أمريكا. إذن هستيريا رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة قد انتهت، بدأت في العام الأول لحكم بايدن وتنتهي عشية العام الأخير في ولاية بايدن. إدارة جو بايدن تواصل تمهيد الأجواء لسنة الانتخابات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. في نوفمبر اللي جاي الأمريكان هيروحوا لانتخابات رئاسية ومجلس نواب بالكامل ونصف مجلس الشيوخ مع عدد من حكام الولايات اللي بيبلغ عددها 50 ولاية. إدارة جو بايدن كانت مكلفة من شبكات المصالح اللي بتدير الغرب بهذا الرفع الهستيري، والهدف توفير ملاذات آمنة للاستثمارات في خزائن الفيدرالي الأمريكي وسحب استثمارات بالمليارات مش بس من مصر والأسواق الناشئة، ولكن أيضا من أوروبا والصين، لدرجة أن تحالف بين ألمانيا وفرنسا بدأ يضع بدائل للمشهد الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أعلى فايدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بيحصل عليها شبكات المصالح وبشكل آمن. ديون الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس 2023 ل 33 تريليون دولار، تحسباً لأي تمرد أمريكي لو رجع دونالد ترامب أو صعد أي تيار سياسي أمريكي مناهض للعولمة مرة تانية. يبقى ديون أمريكا لشبكات المصالح دي هي اللي هتخلي أمريكا تفضل في بيت الطاعة العمياء لتنفيذ أهداف النظام الدولي. فكرة أنه أمريكا تتمرد على النظام الدولي زي ما حصل في سنوات دونالد ترامب كانت مجننة اللوبي اللي ورا جو بايدن. تقرير الاحتياطي الفيدرالي خفض توقعاته للنمو والتضخم سنة 2024 في أمريكا، مما يترك سعر الفايدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 5.5%. وتقارير أنه حتى لو الفيدرالي لم يقم بخفض الفايدة في مارس فأخره في الموضوع ده هو مايو 2024، وبعد كده مش هيعرف يصمد وحتبدأ رحلة خفض الفايدة في أمريكا. واحد من أهم مقاييس فهم تداعيات هستيريا رفع الفيدرالي الأمريكي للفايدة هو اللي حصل في تركيا. من 3 أسابيع ووسط أخبار الحرب وصلت الفايدة في تركيا ل 40%، بكرر 40%، والدولار الأمريكي الواحد بقى بيساوي 29 ليرة تركية وتخطى 30 ليرة في السوق السوداء من 6 ليرة فقط من 20 شهر. ورفع مصرف تركيا المركزي سعر الفايدة من 5.5% في مايو الماضي إلى 40% في نوفمبر الماضي، من 5% ل 40%، يعني الفايدة اتضاعفت 8 مرات من ساعة ما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا انتهى ورجب طيب أردوغان ضمن الولاية الجديدة. وارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى حوالي 62% في نوفمبر مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. التضخم سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في نحو ربع قرن في أكتوبر عام 2021 عندما سجل 85.5%، وفقدت الليرة التركية في ذلك العام نحو 40% من قيمتها. علشان اللي يقولك الأزمة الاقتصادية في مصر محلية أو ليها علاقة بسوء الإدارة وريله الجراف ده وقوله هل تركيا خارجة من ثورتين ومعركة مع الإرهاب وبتقوم بأكبر مشروع تنموي في تاريخها علشان الدولار عندها يطلع 5 أضعاف في 24 شهر فقط، وانت لما الدولار طلع عندك ضعف واحد أو حتى ضعفين بأسعار السوق السوداء تجاهلت ما يحدث في العالم وكأنك في جزيرة منعزلة. بالمناسبة خد الخبر ده اللي مش هتسمعه في أي حتة تانية. هل تعلم أن صادرات مصر السلعية لتركيا أصبحت أكبر من واردات مصر من تركيا في 2023 بأكتر من مليار دولار؟ علشان بس اللي يقولك فين التصنيع وفين الإنتاج وفين التصدير، وإنه صادرات مصر وصلت لأول مرة في تاريخها ل 53 مليار دولار بارتفاع أكتر من 100% من 5 سنين فقط و10 مليار دولار من السنة اللي فاتت. بالعودة لتركيا، المعارضة انتقدت عدم قيام أردوغان برفع الفايدة لمدة 5 سنين وإنه اختار الحفاظ على شعبيته مقابل عدم القيام بهذه الإصلاحات الاقتصادية، والنتيجة إنه في اللحظة اللي العالم بدأ فيها يتنفس الصعداء من توقف الهستيريا الأمريكية فإن تركيا لسه بتبدأ خفض الفايدة بس بتدفع فواتير التأخير في الملف ده لمدة 5 سنين، والدفع بأسعار النهاردة مش بأسعار ما قبل كورونا،
والحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا وسنوات جو بايدن وهستيريا الفيدرالي الأمريكي وحتى الأحداث اللي بتحصل في فلسطين المحتلة ومضيق باب المندب. وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شمشك راجل مخضرم وجاب أصل الصراع الاقتصادي اللي شغال، فقال في السنوات الأخيرة بدأ النظام العالمي القائم على القواعد في التصدق. في الواقع المنافسة بين القوى المهيمنة والقوى الصاعدة هي جوهر الأمر، وكل شيء آخر هي تفاصيل. وأضاف خلال فعالية اقتصادية في غازي عنتاب، بعبارة أخرى فإن الصراع الجيوستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يؤدي إلى انهيار النظام الذي جرى إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، إذ لا يوجد نظام جديد في الوقت الحالي، والنظام القديم به مشكلات، وهذا يجلب معه مشكلات خطيرة للغاية. وخلينا نرجع للاقتصاد المصري ونفهم تداعيات ده كله على المصر وعلى الجنيه ومعركته الوجودية أمام الدولار الأمريكي. أولا، مصر سوف تنضم إلى البريكس رسميا من أول يناير 2024. مصر بتشارك في الثورة العالمية للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي على سلة عملات العالم وعرش اقتصاديات الكوكب، وده لصالح التبادل التجاري بالعملات الوطنية مع أكبر عدد ممكن من الدول حول العالم، أو حتى يبقى فيه عملات بديلة للتبادل التجاري غير الدولار الأمريكي. ورغم الحصار الاقتصادي الناعم، وبقول ناعم يعني مش رسمي، مفيش قرار أو عقوبات، وده قرار من شبكات المصالح الغربية، بس الأموال السائلة بدأت ترجع مصر تاني، والاستثمارات الأجنبية لسه بتتدفق على مصر. والسبب إن مصر سوق مضمون ومستقر، وضمن مشروع شبكة المدفوعات اللحظية واللي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2022 متضمنا تطبيق إنستا باي. وبيستعد البنك المركزي المصري للخطوة التالية بإطلاق عملة مصرية جديدة، عملة رقمية مصرية. سيصبح الجنيه الرقمي متاحا للاستخدام عبر الهواتف في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تقليل إصدار وطباعة العملات الورقية، لتنضم بذلك مصر إلى قائمة الدول التي تخطط لإصدار عملات رقمية الفترة المقبلة، على رأسها البرازيل والصين والهند والإمارات وبريطانيا ومنطقة اليورو. العملات الرقمية للبنوك المركزية هي نسخ رقمية من النقود الورقية، وبترتبط قيمتها بالعملة الرسمية للبلد المصدر للعملة، لذا بتتمتع باستقرار على عكس العملات المشفرة اللي بتتسم بالتقلبات الشديدة. اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين المحتلة ومضيق باب المندب انت اول المتضرر منه، لما سفن نفط وغاز وبضائع تحول وجهتها من عرض البحر بعيدا عن البحر الاحمر، يعني ضرب لإيرادات قناة السويس، لما تبقى متصنف منطقة حرب لانك في الشرق الاوسط وشظايا الصواريخ الإيرانية اللي بيضربها الحوثيين بتسقط على دهب ونويبع، يبقى السياحة هتتأثر. عشان كده الحقيقة بستغرب وبحزن جدا للي بيطبل للتصرفات الحوثية والإيرانية اللي بتضرب مصر قبل ما بتضرب إسرائيل، وبتضر الفقير المصري قبل الغني، لأنه تأثير ده على الدولار بيسمع مع الفقير مش الغني اللي قادر يحافظ على مستواه مهما الأسعار ارتفع. ومع كده لسه بتحصل مصر على حصة الأسد، أو أكبر حصة من الاستثمارات اللي رايحة للاقتصاديات الناشئة. ومصر نجحت في 2023 لأول مرة في التاريخ الحديث إنها تصبح أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد إزاحة نيجيريا، وتحافظ على مكانتها كأكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا بل في الإقليم كله. وسوق الطاقة المتجددة كان على رأس المجالات اللي مصر حققت فيها طفرة بكل معاني الكلمة، متفوقة على كل الأسواق الناشئة، وحصلت في عام 2022 على تلت استثمارات العالم كله في مجال الطاقة المتجددة. وخد بالك، مصطلح الاقتصاديات الناشئة ده مصطلح فني، المقصود به الاقتصاديات الصاعدة مش اللي لسه بتنشأ أو جديد. وآخر تلك المشاريع اللي تم الإعلان عنها هو إنه مصر بتستعد العام المقبل لتدشين المشروع القومي رياح، والواقع ضمن مخطط ممر التنمية على الطريق الصحراوي الغربي باستثمارات 28.6 مليار دولار، وده بمحافظة سوهاج. ركز تاني كده في الرقم، 28.5 مليار دولار. المشروع بيتضمن عدد من مزارع الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة بطاقة إنتاجية 28 جيجا وات، يعني 10 أضعاف قدرة السد العالي، وده للمرحلة الأولى اللي بتمثل تقريبا نص قدرة مصر بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية في 2022،
و450% من حجم توليد قارة إفريقيا للطاقة من الرياح. مصر جذبت استثمارات من النرويج والهند وبريطانيا والصين في المشروع ده. خد بالك برضه إن أحد أهداف تفجير كل حدود مصر من أول غزة لغاية جنوب البحر الأحمر ومن قبلهم ليبيا والسودان هو تعطيل هذا الحراك الاقتصادي اللي أصبح منافس شرس بيسحب الاستثمارات الأجنبية من كل دول الإقليم. وطبعا زي ما احنا فاهمين صعود اقتصادي يعني بيحصل معاه بالضرورة صعود سياسي ونفوذ عسكري بيحطم كل مشاريع إعادة هندسة المنطقة وتقسيمها وافتعال الأزمات فيها بما يخدم أجندة دول بعينها وشبكات مصالح بعينها بتتغذى على الكوارث والفوضى. الفاينانشال تايمز بتقولك إن مصر أصبحت أكبر وجهة في العالم للاستثمارات الكبيرة. زي ما أنت بتشوف الخبر ده كويس وبتفرح بيه، بس بالنسبة لقوة أخرى هو خبر حزين جدا، كابوس، لأنه الاستثمارات اللي جاتلك دي كانت رايحاله هو، فبيشتغل بكل جهد وخسة وتآمر إنه يغير اللي بيحصل ده. نفهم مما سبق إن سياسة مصر الاقتصادية اللي تعمدت المواجهة واتخاذ القرارات المطلوبة حتى لو كانت صعبة، بس هي اللي خلت عمر الأزمة أقصر، أقصر بكتير من دول تانية لسه بتدخل الأزمة زي تركيا، أو مش عارفة تتعافى من الأزمة زي الخليج العربي اللي لسه رغم كل التطور والتحديث اللي بنشيد بيه ولكن لا يزال اقتصاد الخليج العربي هو اقتصاد نفط وطاقة في الأساس. لست من هواة إعطاء وعود بدون رصيد، والسياسة أصبحت لعبة العصابات التي نسميها مجازاً شبكات مصالح غربية. ولكن لو خفض الفايدة حصل فعلا في أمريكا وانتهت حرب طوفان الأقصى دون كارثة على الأمن القومي المصري وفشلت محاولات عسكرة مضيق باب المندب وتفهم الغرب إن حرب أوكرانيا كانت كارثة على الغرب وليس روسيا، فإن هذه الخطوات هتبقى أشبه بعودة المجد للاقتصاد المصري. يمكن المريح في الموضوع ده إن كل اللي قلته ده يتفهم ويتعرف ملامحه خلال الأسابيع المقبلة وليس أشهر ولا سنوات. خلاص 2023 بتنتهي ويبدأ يناير 2024 مع بدء موسم الانتخابات الأمريكية، ووقتها شبكات المصالح وغيره من اللي بيحاولوا يتحكموا في المشهد حول العالم هيسعوا للتهدئة على أمل لجمة تسونامي دونالد ترامب من الصعود مرة تانية للبيت الأبيض. مصر في السنين اللي فاتت، بل قل في الأيام والأسابيع اللي فاتت، عدت وهزمت مؤامرات مخطط ليها من مئات السنين، واحنا معاكم ساعة بساعة بنحلل ونشرح اللي بيحصل. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين البلاد.